أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مات والدي وهو يعتقد عند الأولياء أو في الأولياء، ويصدق شيخه وينفذ عنه ما يقوله من الأوراد التي يلزمهم بها، ويجتمعون على ما يسمونه العتاقة، وهي الاجتماع على الطعام عقب أوراد شيخهم. والسؤال: ماذا علي أن أفعل له؟ إن كان والدك لم يقع في شيء من الشرك، يعني سلم من الشرك ودعوة غير الله عز وجل، ومات على التوحيد، فإنك تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه، تحج عنه، مجرد أنه يعمل معاصي أو يعمل شيء من البدع التي دون الشرك، بدع دون الشرك، هذا لا يمنع أنك تتصدق له وتستغفر له وتدعو له، لأنه مات على الإسلام. أما إذا كان أنه مات على عقيدة الشرك وعبادة الأولياء من دون الله ودعاء القبور ولم يتب من ذلك، فهذا مات على الشرك، لا تستغفر له ولا تدعو له ولا تتصدق. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.